شنت فصائل المعارضة منذ الصباح الباكر هجوما عنيفا على نقاط تمركز قوات النظام في ريفي حماة وإدلب، حيث اندلعت اشتباكات وصفت بكسر العظم بين الطرفين على قرى عطشان وأم حارتين في ريف حماة وتل مرق وأبو عمر والأخوين بريف إدلب. الاشتباكات أيضا أفضت إلى مقتل عدد من عناصر قوات النظام وأسر آخرين، إضافة إلى تدمير آليات ثقيلة لتلك القوات واغتنام الثوار لآليات أخرى. الطيران الحربي الروسي لا يكاد يفارق أجواء ريف حماة وإدلب، حيث قصف الطيران الروسي بصواريخ شديدة الانفجار مدن خان شيخون وبلدة التمانعة، إضافة إلى مدن مورك وكفر زيتة واللطامنة في ريف حماة. كان معكم مصعب الأشقر لشبكة بلدي نيوز من ريف حماة الشمالي.